العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين. برحب بحضرتك ومبروك مصر، مبروك افتتاح قناة السويس الجديدة اللي هنشهده بعد ساعات قليلة. شكرا للاتصال بيا، وبحييك وحيي ضيوفك. وطبعا النهاردة يوم إنجاز، وإنجاز تم في الوقت اللي تحدد، وهذا هو اللي عايزينه في كل المشروعات والحركة المصرية نحو التنمية وعلاج الخلل اللي حصل. فروح الإنجاز هي ده المهم، مهمة جدا في أحداث اليوم، ونهني عليها كل من قاموا بها من رئيس الدولة إلى هيئة قناة السويس إلى كل العاملين في هذا المشروع. معالي الأمين، يعني روح لجنة الخمسين والاستحقاقات والإنجازات حضرتك بتشعر بيها النهاردة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بدأنا فعلا نخطو خطوات جادة من وجهة نظر حضرتك؟ طبعا اللي حصل في قناة السويس خطوة جادة، ما فيش كلام، وهي انه هذا ممر تجاري، ممر بحري خاضع لمنافسة ممرات اخرى جديدة وقديمة وغيرها، انما بالذات الممرات الجديدة اللي ممكن انها تستقطب الكثير من الحركة، حركة السفن التجارية. ولذلك تحديث القناة وتعميق القناة واضافة فروع للقناة كل شوية، ده شرط أساسي علشان القناة تستطيع أن تنافس في هذا الجو الاقتصادي القائم على المنافسة العالمية. ولذلك ضروري أن احنا نشعر بأهمية اللي تم في قناة السويس في إطار المنافسة التجارية والبحرية والممرات، منافسة الممرات البحرية القائمة على قدم الوثاق الآن. أما فيما يتعلق بالدستور، فالدستور أفرض مواد لقناة السويس، نعم، ولتنمية منطقة قناة السويس ولحماية السيادة على قناة السويس. فكل ما يجري الآن في قناة السويس وما نتوقعه من تنمية المنطقة بكاملها، ده تطبيق لنص ولروح الدستور اللي اهتم بأن يتضمن مواد تتعلق بالقناة ومستقبلها. فكرة الرد على المشككين، ودائما ما تظهر يعني قدام أي إنجاز بيحصل في مصر بيبقى فيه دايما مشككين، مشككين من الجدوى الاقتصادية، مشككين في المشروع نفسه، وبينتشر هذا النوع من أنواع التشكيك ربما في وسائل إعلام غربية ودولية وعالمية. إحنا نتعامل إزاي؟ أنت تتعامل بالإنجاز، إنما تشغل بالك بقى بالمشككين وغيرهم في جدول المشروع. المشروع تم، والمشروع بداية لتنمية كبيرة في منطقة القناة، وإلا المنطق يبقى ناقص. لابد من التنمية الشاملة في منطقة القناة، صناعية وتجارية وزراعية وسياحية وإعمارية، بالذات في شرق القناة، أي في غرب سيناء، علشان تستوعب كل العمالة اللي قطعا سوف تتجه إلى قناة السويس إذا تم التصنيع والتزريع والتجارة، المناطق الحرة وخلافه. فدي احنا امامنا مستقبل كبير جدا بالمعالجة الجادة لموضوع تنمية منطقة قناة السويس. ما تشغلش بالك بقى بمن يشكك او من يهاجم لأسباب كثيرة، الحقيقة كثير منها يبعد عن المنطق. انا رأيي انك ما تنشغلش، واحنا كلنا ما تنشغلش بمن يشكك او من يهاجم، المهم النسيرة قدما إلى الأمام. أخيرا، كيف تتابع الحضور العالمي والاهتمام العالمي من رموز العالم وشخصيات دولية كثيرة؟ هو طبعا شعورهم بأهمية قناة السويس، وبأنه تجديد وتعميق وتحديث قناة السويس دي مسألة تهم مصالح دول كثيرة، ومشاركة مع مصر في أول إنجاز كبير لها ده يعني مشاركة مشكورة، وأعتقد أنه هيكون في مشاركة كبيرة عالمية، يعني إفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، وحتشوف النهاردة أنه هيكون في حضور قوي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى ورئيس لجنة الخمسين.